ياما تكلم العلماء إن علامة رضا ربنا على العبد وسعادة العبد في الدارين ليست فقط في عطاء الله، إنما في التوفيق المصاحب لهذا العطاء اللي هيخليك تتعامل مع النعمة بما يرضي الله. لأن ده اللي هتتحاسب عليه، مش كان عندك إيه، أنت عملت إيه في النعمة. عشان كده ابن القيم الإمام الكبير ليه كلمة جميلة عن علامات التوفيق، يقول: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. كلما زيد في شيء في حاجة تانية بتزيد. الحقيقة إن ده تعامل الروح اللي انت سمعته ده كده، الروح مسيطرة مش النفس هي اللي مسيطرة. اسمعها تاني: كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. ثمرة العلم لو روحك هي اللي مسيطرة، أن تدرك الحقيقة الكبرى أنك لا شيء وأن الله كل شيء، وأنك على الحقيقة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإن كل شيء أنت تعلمته ما هو إلا هبة من الله كشف لك من علومه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الإمام الشافعي يقول: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، اللي لسه متعلم جديد حس كأنه إيه متكبر بالمعلومة، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. يبقى كل ما العلم يزيد كل ما التواضع يزيد، يبقى أنت روحك مسيطرة. وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، تبدأ روحك تفهمك أن ربنا اصطفاك، أنك من أهل العمل والعبادة، فتتمنى أنك ما تبقاش مقصر، وتتمنى أنك أنت مش ممكن ربنا يقربك وأنت تضيع حق ربنا سبحانه وتعالى. حتى ربنا يوصفهم يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دي نظرة الروح للعبادة. السيدة عائشة بتسأل النبي: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم يخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فشوف سيطرة الروح، يزيد العمل يزيد الخوف من ربنا. وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. كثرة التجارب بسبب العمر بتوريك ألا باقي إلا الله. راحت الفلوس وجت، علي الجاه ونزل، اتمدحت واتشتمت، دقت لذة الذنوب وويلتها، فتيقنت ألا باقي إلا الله، فتنشغل بربنا وتهون عليك المادية البحتة في التفكير، ويصبح همك أنك أنت تحط دماغك على المخدة وأنت مش مزعل حد أو ضحكت حد وشفت الفرحة في وشه. كلما زيد في العمر نقص من الحرص. وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. لو النفس نظرت إلى المال بتميل إليه، ولو الروح نظرت إلى المال بتميل إلى الملك سبحانه وتعالى. فتشوف الناس، الروح بتشوف الناس بيقتسمون الأموال من خزائن الرحمن، وجيبك خزنة صغيرة من خزائن الرحمن، فتعلم الروح إن المال ليس جائزة في حد ذاته، إنما ما يحقق المال من أمان وسعادة. فتطمئن الروح إن السعادة بإيد ربنا مش في المال. فكل ما المال يزيد تدور على ربنا فيزيد السخاء والإنفاق. وده اللي ربنا قال عليه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول ربنا: وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتحس كده أن الروح بتقولك: أنفق في سبيل الله ما في الجيب، يأتيك بصدق وعد الله ما في الغيب. وكلما زيد في جاهه وقدره زيد في قربه من الناس. الروح بتشوف للي عنده جاه بقى، لو الروح مسيطرة ترى أن أنت جي عليك وقت لم تكن شيئا مذكورا، لكن الله تجلى عليك بصفة الكريم، فلا ترى إلا أنك أنت مسؤول جاه الخلق، وإن كل ما يعلى جاهك سيحتاج الخلق إليك، فأنت محتاج إلى جاه الله عشان تعرف تكرم الناس. فكلما على الجاه
كلما زاد القرب من الناس لأنك لا ترى إلا جاه الله. دي علامات التوفيق، وإن الروح مسيطرة، وإن النفس الشهوانية مش هي اللي مسيطرة، فتزيد مقتنيات الدنيا وإنت تزيد تواضع، ويزيد العلم وإنت تزيد قرب وبساطة. إنت موفق كده، إنت مؤيد. فاللهم أيقظ أنفسنا من غفلاتها، ومكن أرواحنا من قيادتنا إلى رضاك، ثم متعنا بعد ذلك بصحبة النبي في الجنة.